دي لسلي سيلها بشوية. وليدي الا خرجته من القرع كان في القرع تزاد على 8 شهور عادي. لا تزاد قبل شهره. لا تتعاد من الزياده ديالهم. تزاد في الاول 100 يلاه بقاو كيوقدوا في السبيطار. خرجوا لي واحد السيد مسكين من نقطه الحال بجوج المليون ونص. طبيعي الحاله ديالهم دابا حاليا بخير. مي قال لك الا تدور ولا شي حاجه رجع جيبو. ضربي واحد شويه اهلا وسهلا متابعي ومشاهدي جريده شعبيه المباشره من الدار من الحي الحسني قرب مؤسسه الدوليه. قصة جديدة وغادي تشوفوا المغاربة ديال هاد الشابة الجميلة اللي مسكينة عندها 7 ديال الوليدات. غتعاود لنا اليوم القصة ديالها اللي وصلت بها الضرورة ما عندهاش باش تشري حليب لوليداتها. هاد الشابة هادي اللي تاقت في البعض وخذلوها. وهاد الشابة هادي مسكينة عندها واحد المعاناة اللي خطيرة. غاديش تعاود لينا مسكينه القصه. اختي حاولي تضوي عندي شويه. سلام عليكم خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج ارض الوطن. من هذا المنبر هذا بعدا كنشكركم حيت قبلتوا وجيتوا عندي. وكنشكر بعدا سميره الدوديه اللي حتى هي تعاطفات معايا بزاف. وكنشكر مدام بقالي جات عندي مسكينه نهار السبت اللي فات خدامه في الجمعيات. جات عندي مسكينه شرات لي حكه الحليب لولدي وشرات لي الحليب للدراري الصغار ودارت معايا. ومشيت عندهم لواحد الجمعيه وعطوني حك ديال نيدو وعطوني داكشي ديال الطياب اللي غنطيب. كنشكرهم بزاف حيت وقفوا معايا. مي خويا الله غالب هما عطوني باش نطيب ولكن باش غنشري باش نطيب باش غناخذ البوطه باش غنعمرها باش غنتقدى الخضره باش غادي نكري ما عنديش. سميت اخويا حسن هي الاصل ديالي من فاس. الاصل ديالي اخويا مات 7 ديال الوليدات. انا تزوجت بنت صغيره عندي 13 عام ومن بعد ما ولدت بنتي الكبيره دابا راه عندها 13 عام راه داخله في 13 عام شهر 10 غتكمل 13 عام ولدتها مع راجلي بالكاغد. من بعد طلقت واحد السن باقا صغيره بزاف ما كنتش باغا راجلي وطلقت. ملي طلقت خرجت من دارنا خيروني يا نبقى في الدار يا نخرج نتبع واحد الطريق. مي الا تبعت واحد الطريق ما بقاش ندور حداهم في فاس نخوين بعد. انا بنت فاس الاصل ديالي. المهم خويت فاش جيت لكازا تكرفصت نعست في الزنقه نعست في الموبلات ما كنت كنعرف حتى واحد وما كان عندي فين نمشي. تشدوني ناس بروفيتاو فيا وخرجوني الزنقه وراوني الزنقه كيف دايره وداروا ديور على داري باترونات ديال بصح داروا ديور على داري وداروا دهوبات على داري وحق ليلة الله خويا اللي كانت كتدخل على داري في الليله زباله ديال الفلوس. وكنت كنرضى بالقدر ديالي وكنقول هادشي اللي مكتب لي يلاه ما عندي ما ندير وتكرفصت معاهم ما عندي ما ندير. انا راه كنت كندخل زباله ديال الفلوس في الليله ملي كنت كنقول لهم عطوني باش ناخذ وباش نشري كيقولوا لك باش ناعسه وباش واكله وباش شاربه الماكله والشراب وباش لابسه وباش كيخرجوك يتجروا لك في اللحم ديالك. مع الوقت اخويا بقيت كنشوف راسي مع البلية كنت مدمنة ديال بصح ما نكذبش على الله تبليت ولكن ربي ما خليش ديك البلية تشد فيا فهمتي. تبليت بالقرقوبي تبليت بالحشيش تبليت بالشراب ما يعفى عليا الله فهمتي. ما تشد ما تعمقتش فيا ديك البلية. مي الحمد لله ما عمري ضربت يدي ما عمري مي واشمه. ملي كنمشي نبغي شي خدمه حتى واحد ما كيقبلني كيقول لك واش ضربه الحبس واش ضربه الحماك حيت كيشوفوا الوشام كيتخلعوا منك. انا ما عمري تشديت حتى مره وحده في حياتي ما عمري طلعت في الصافيط. المهم يا هذيك اخويا مع المده كنشوف راسي مع الدوخه ومع البلية كيدوز العام كنلقى راسي حامله كيجي الربعين في الربعين. ما عمرك فكرت ديري الاجهاض ولا شي؟ لا ما كنقدش فهمتي ما عندي
الكبده ديالي كنحس بها، ما كنطيح في كرشي بحال اللي كطيح لي شي حاجه في القلب ديالي. كنبقى بهم حتى كنولدهم، وكنولدهم وكيبغيوهم الناس، كيقول لك عطاوهم ليا، كيقول لك بزاف د الحوايج. ما كنبغيش سير حدا اخوك، ما كنبغيش نعطيهم. كاينه وحده في بلجيكا عيطت ليا قالت لي غنعطيك 2.5 مليون، صيفطيه ليا. دابا درت فيديوهات اخويا، قسما بالله نسمعك فيديوهات. قالت لي نعطيك 2.5 مليون نصيفطها لك على طريق وفاكاج، وتصيفط ليا ولدك تعطيه لختي كاينه في النادور، تمشي لعندها تعطيها الدري صغير، نصيفط لك بعدا 1 مليون، ومليون ونص ما نصيفطهم لك حتى تدي الدري لعند اختي للنادور، تلقى لك لاكار وتعطيها الدري، وهي غتعطيك الثمن باقي ديال المبلغ ديال الفلوس. قلت لها واش اختي تقدري تقطعي شي طرف من كبدتي؟ قالت لي لا. قلت لها واش انا راه ما نقدرش نعطيك كبدتي، هذوك راه كبدتي مجموعين فيا. صافي هادو اخويا ما نكذبش عليك، راه واخا نعرف نتشرد انا وياهم، عائلتي اخويا ما بقاوش باغييني، عائلتي ولاو مستعرين مني، كيشوفوك واش ماما راضيينش بيك، ما كيسولوا فيا، ما كيعيطوا ليا، ما حتى شي حاجه، ما عندي حتى شي حد، عندي الله سبحانه وتعالى، وعندي هاد الوليدات اللي كنحط عليهم راسي وما سندي وما ضهري، واخا انا كنبقى بالجوع كنبغى ندبر لهم هما في الحليب. قسما بالله هاد الحك هذا راه شريتو ليا مادام بقالي، شريتو ليا السبت، ها هو هذا، ها هو البارح بيته بلا حليب. انت خويا هما ثلاثه ديال الرضاعه ديال ولادي، ها ها هما كيرضعوا ليا سليم. ها انت الله غالب اخويا، منين غنمشي نجيب لهم هذا الشيء كامل؟ انا غنتشرد هاد السيمانه، غنتشرد للزنقه، انا باغي لي يكري ليا، باغي لي يسقرني انا وليدي، نمشي في شي سكينه فين نستقر انا وليدي، نتجمع ما يشوفوش بحالي انا، يشوفو بحال هاد الدراري. درت فيديوهات بزاف، درت لايفات بزاف، تعاطفوا فيا معاهم جوج الناس اللي عاونوني. خدموا بك الناس، خدموا بيا الناس بزاف اخويا من بعد ما طلقت، مي انا ما بقيتش باغا ديك الطريق. صافي ملي وصلت، ملي بقيت غاده وكنزيد لواحد لاج، كنكبر كنشوف حياتي غاده وكتضيع في الزنقه، حياتي غاده وكدورها في الزنقه. كانوا شادين ليا ولادي ملي كنت كنعطي الفلوس، مي دابا ملي ما بقيتش كنتبع ديك الطريق ديال الزنقه، ما بقيتش باغا نخرج للزنقه ونعطي لحمي في الزنقه، ما بقى حتى واحد باغيني، وما بقى حتى واحد قابل عليا، حيت ما بقاوش عندي الفلوس. ما نكذبش عليك، كانوا دايرين بيا الناس بزاف، ما كاينه حسنيه. الو حسنيه فينك؟ حسنيه جا حسنيه، وشدوا لي ولادي ويراليو لي بولادي، حيت كنت كنعطي، كنت يوميا كنعطي 500 درهم على قبل ولادي باش كانوا مشادينهم ليا. الحمد لله البنيه دابا تقرا لي عاد، بنتي الكبيره كتقرا. عمي ولادي الاخرين لا، عندي بنيه عندها عام ونص، عندها ولسيسه في راسها، ما لقيتش اللي وقف معايا فيها بصفه نهائيا. هما مخرجين لي ندير لها السكانر، عندي الوراق وعندي كل شيء، عندي وليد فيه السكر عنده 4 سنين، وهاد الوليده ديال خرجوا لي واحد السيد من القرع، الله يجعل سيدي ربي يوقف معاه ويحن عليه، خرجوا لي من نقطه الحليب. المهم كنعاني بزاف اخويا، وتا شي واحد ما كيرحم، المجتمع ديالنا ما كيرحمناش، الناس مقابلين الخوال خاوي، ما كاينين مسؤولين، ما كاين حتى شي واحد اللي يجي يشوف من حالك، اللي يوقف معاك، اللي يتعاطف معاك، والو. درت فيديوهات بزاف، ولو تقول اخويا شي واحد تعاطف معايا بغير واحد المراه، واحد السيد من برا هما اللي عاونوني فقط بس، ولكن شحال قد بنادم يبقى يعطيك، شحال قدو. انا كنوجه هذا المنبر ديالي للمسؤولين، المسؤولين. انت اخويا نقدر نسمع ياك؟ انت اسمع انا اش قلت لي واسمع واش قال لي. انت اخويا نانت زي ماشي مشكل اخو تشوفي عندي هنا مباشرة، ماشي مشكل غنشوف غنشوفك، الله يسهل امرك، غنشوفك مباشرة غنجيب يجي لي حلو باغي زينيا طيارة نجيب راسي، الله يرحم قدام لك يا وجهنا، غنوري لك تشوفي من هنا والله ما فيها الا 23 سنتيم. يلا دابا ماش كيقول انت؟ سمع انا اش قلت ليه؟ خويا علاش كتصوني لي ابير فيديو؟ علاش؟ واش اللي لقى شي نمرة مليوحة كيزيد يبقى يصوني فيها؟ واش ما عندكم ما يدير حسابكم كلشي ما عنده ما يدار؟ ها؟
من ديك الفيديو راه دايره طالبه على ولادي، راه ما طالب ما ماشي دايره بديره مرتي عباد الله باش بداو يعيطوا لي ابل فيديو باش يبداو يضحكوا عليه ويتمرقنوا بيا. سير انا المخرج من الدنيا، مخرج معقيبه. انت خويا شحال ابل فيديو معيط ليا بزاف اخويا، ديال الناس اللي كيعيطوا ليا كيقول لك انت ديري لنا خاطرنا ومن بعد نديروا لك خاطرك. ماشي خاطر طلقتي صغيره بزاف بزاف اخويا. انا اخويا كنصح الدريات اللي يلاه بداو، كنصحهم ما يخرجوش في الطريق ديال الزنقه حيت خايبه بزاف بزاف، وبالخصوص الناس اللي كيديروا حسابات، كاينه اللي كتخسر، كاينه اللي كيتشد عليها، كاينه اللي فهمتي كتكون حياتها معرضه للخطر بزاف. ما كاينش شي قرا يقدروا يقولوا لك حبيبه وكبيده ويبغيوك يموتوا عليك ويتسطاو عليك، ولكن مني خوا جيبك والله تيلوحوك حاشاك بحال شي كلبه، واللي يحكوا فيك رجليهم بحال شي كلبه، بحال اللي ما عمرك كنتي في حياتك. انا كنوجد ديما كنقول الدريات ردوا بال راسكم، حداو راسكم، ديروا الوقايه لراسكم. انا غلطت ولكن ما نبغيش شي ضحيه اخرى تكون غلطه بحالي انايا. انا باغا ولادي يترباو احسن مني، باغا ولادي يكونوا احسن مني، ما باغاش ولادي يشوفوني بحال هكا كنتمرمد، ما باغاش ولادي يشوفوني كنضيع، ما عنديش فين نخرج اخويا، باغا نخرج نجيب لهم ما ياكلوا، ما لاقياش ما من نخليهم. عندي التربيات باقي صغار، عندي ثلاثه هما دابا اربعه متابعين بحال التوامه، وما شفت الرضاعه هما اربعه الرضاعه، عندي متابعين بحال التوامه، ما عنديش ما من نخليهم. ما بقاتش الثقه، اللي ولا يغتصب ولادو، اللي ولا يغتصب خدو، اللي ولا مع من نخليهم، فمن نتيق حيت ما عنديش عائلتي لا حدايا غنتيق فيهم. نتيق في البراني ما يمكنش غنتيق شي واحد براني نخلي معاه ولادي، ولا نتيق في وحده براني نخلي معاه ولادي. نقدر نخرج بالي كيبقى مشوش عليهم، غنضربهم غندير لهم شي حاجه، انا ما كنبغيش اللي يضرب لي ولادي. انا راه انا راه على قبلهم شفت العذاب، على قبلهم شفت التكرفيس، على قبلهم شي في الدل وصابره لكل شيء. انا دابا غنتشرد للزنقه، دابا سيمانه هادي غنتشرد للزنقه، ما عنديش فين غنمشي. علاش الناس ما كيتعاطفوش معانا حنا اللي مساكين؟ علاش كيعيبوا فينا يقول لك علاش وليتي هاد الولاد، وعلاش درتي هاد الولاد، وعلاش ما كنتيش ديري الاحتياطات؟ ربي عطاهم ليا خويا، واش انا غنعارض الاراده ديال الله؟ واش هاد المرض حنا كنا عارفينو غيجينا ديال كورونا؟ راه ربي اللي نزل علينا هاد الوباء. اختي قولي النمره ديالك باش تعرفوا مع المغاربه. شوفي راه كاين الطالح كاين الصالح وكاين الطالح، كاينين الناس ديال الجاليه اللي ما يبخلوش عليك، كاينين جمعيات، كاينين الناس الله يعمرها دار، وكاينين الناس اللي ما دون مستوى اللي غادي يجرحوك. خويا 06 19 71 76 12، 06 19 71 76 12. انا ما كنطالب حتى شي حاجه، ما تعطيوني ما والو، انا اللي كنطالبه غير اللي يكري ليا، اللي يجي يديني يكري ليا انا وليداتي شي بلاط، ما بغا نستقر انا وليداتي، وباغا اللي يتقدى ليا تقدي ويجي حاطه ليا ديال الشهر صافي، ما بغا حتى شي حاجة، ما باغا والو اخويا. انا باغا نبيع وشريا، باغا نوكل وليداتي، باغا نعيش وليداتي بالحلال، باغا ترفض الخبز بالحلال، وكنطلب من هذوك الناس اللي كيبداو يعيطوا لي يقولوا لك جاوبي ابل الفيديو، بداو يعيروا فيا الله يرحم ليكم الوالدين. راه اللي ما خرج من الدنيا ما خرج مع قايبه، راه اللي فيا كافيني حيت كنتو حاسين بيا، كاع ما تعيطوا لي تقولي هضري ابل الفيديو، ديري لنا خاطرنا وندير لك نديروا لك خاطرك، حيت راه ليا راه الوقت كدور. ربي اللي ما عنده ما عنده اختو، اللي ما عنده اختو غيولد البنت، راه عنده البنت، راه بزاف ديال الطرقات، راه اللي ما خرج من الدنيا ما خرج مع قايبه، انا باقي كنقولها. شكرا لك، وكنشكركم اخويا على هذا المنبر هذا بزاف. شكرا خوتي المغاربه، ما تبخلوش على حسنيه، تعاونوا معها، ديروها بحال اختكم. هي خطات وشتوها دابا، نصحت البنات قالت لكم ما تبقاوش تثيقوا في الطريق، طريق الحرام، راه كانوا تيخرجوا للطريق، كانوا تيربحوا على ظهرها فلوس، كانوا تيقولوا لها حسنيه يا حسنيه، ما تخليش يمشي، مشى كل شيء الى مباشر اخر ان شاء الله.